هو يوم 14 نوفمبر يوم يحتفل به العالم كامل باليوم العالمي لمرضى السكر. عملته هذه المنظمة العالمية للصحة مع الفيدراسيون انترناسيونال دو ديابيت من التسعينات، من عام 1991. وعلاش تعمل فيه هذايا؟ أول حاجة نعرفوا كون مرض السكر عميل قاعد ينتشر في الدول الكل، والعلاج نتاعو مكلف، وانعكاساته تعطي برشا مشاكل صحية. تعرف قداش يتوقعوا في 2035 يوصل في العالم قرابات 600 مليون ديابيتيك دون لو موند. احنا في تونس بلاد صغيرة أما بحويجة تحت. علاش؟ كي تشوف أنت الأرقام نتاع الدراسات اللي تعملت، هذوما قديمة شوية، أما إن شاء الله بارتيغ دو 2016 مش يعملوا دراسة جديدة. حسب التقريب كي تاخذ مدن تلقى 10% من الناس عندهم السكر، وإذا تمشي الأرياف تلقى أقل. وذاك علاش هي ديما فرصة باش نوعيو الناس ونحاولوا نتفاداو قدر الإمكان ظهور المرض، وحتى كون المرض ظهر نحاولوا بالسلوك الغذائي وبالنشاط البدني نقلصوا أول حاجة استهلاك الأدوية اللي هما تبارك الله تكاليف كبيرة برشا، وبالطبيعة نقصوا في المضاعفات نتاع مرض السكر اللي تصير على طول المدى. احنا في مصلحة باستور مع زملائنا الكل معناها حابين نعملوا على الأوكازيون لا جوني، قلنا نعملوا تظاهرة معناها ميديكو سوسيال، معناها فيها جانب طبي ولكن فيها شوية زادة جانب اجتماعي. حبوش نحكيو كان طب، خاطر كي نحكيو برشا طب الناس تولي في بعض الحالات تولي حتى تخاف، تعطي ممكن يلقاو شكل الشجاعة باش هو ملخص في يومين. أنا قلنا يوم السبت يوم الأحد، نهار السبت الصباح خمنا باش نعملو سميناه ماتيني بورت اوفيرت بور لو بوبليك، معناها لو بوبليك أي إنسان يتعدى عندنا خيمة، وفي الخيمة هذه كان ينجم يدخل يشوف عنده سكر ولا ما عندوش، عنده شي غلف دم، عنده شي أخطاء غذائية. تعرف عندنا دي ديتيتيسيان بالعالمية يشوف التغذية نتاع الشخص شنيا وتخرج لي زانكونفينيون نتاع السلوك نتاعو. هذا نعملوه إن شاء الله معناها نهار السبت الصباح. وديما كل عام في التظاهرات هذيا ناس تتعدى وتحل وتتفاجأ في بعض الحالات تلقى المستوى نتاع السكر غير عادي. هو يتفجع الشخص هذاك. ولكن يلزم يتفجع ويفرح في نفس الوقت، اللي فاق واللي مشي عالج وبالطبيعه مشي يتفادى المشاكل. هذه هي الصبحيه دونك بور لو بوبليك. ونهار السبت العشيه خصصناها شويه للطب، هنا باش نعملوها اوي كلو احنا لي ميدسان. الوغ دي ميدسان جينيراليست ولي ميدسان سبيسياليست، اون فا ديباتر باش نحاولوا نناقشوا في موضوع السكر وامراض القلب، وهي راهي كومبينيزون موجوده بكثره. شنو هو الجديد؟ شنو هما الطرق اللي كيفاش نجمو نحسنوا العلاج؟ هذا بالطبيعه ديبا، وبعدك ديبا ان شاء الله نخرجوا كما يقولوا توصيات في بعضنا كيفاش نحسنوا المراقبه. ولكن لا غراند فيت هي سي ديمانش نهار الاحد. نهار الاحد حابين هنا الجو للناس الكل، معناها دابور باش نعملوا اون مانيفيستاسيون سبورتيف، باش نعملوا ان سيركوي دونك دو فوتينغ اللي نجم، وحتى اللي ما ينجمش يمشي على السويقات وما يسالش. وللناس الكل راهي ماشي موجهه اونيكمون، ساعات انسان يسخاب اونيكمون لي ديابيتيك، لا تو فينون يبو بارتيسيبي. دونك لو راسومبلمون يي فا سو فيغ ان شاء الله الصباح بكري، دونك فيغ لو كو دو 8 اوغ. بون تعرف الناس لازم ياخذوا لي دوسار نتاعهم ولي تيشيرت اكسيتيرا. اي بي بون قلنا لي جون ماك تعرف يحبوا شويه الجو شتي، اما سي حامد بركات باش عملنا اون ديمونستراسيون دو دانس زومبا بور بون بور كو لي جون كيما يقولوا سيكلات. اي ا 9 اور دونك 9 باش نعملوا ديبار. الوغ وقتها بيان سور لازم نعملوا تحيه العلم، ويجي ان شاء الله مشكور سي محمد قمودي بطل تونس هو اللي مش يعطي نقطه الانطلاق، ومش نعملوا ان سيركوي ابوبخي دو 6.5 تو بعد نفسروا على 6.5. Il va y avoir un ravitaillement de 3 km pour que les gens aient chouboulné. Choyez un peu de danse folklorique pour donner. Choyez chouhna les sédités. Et puis, fil usoul, fil mchnechdou, on va distribuer donc les prix pour les trois premiers. Et je rate l'arde qui tchouf, les manifestations sportives, on a personnellement dit manahdar, t'as dit ma loulani, que ce soit fil semi ou fil marathon, dit ma rjel, on sait, qu'on dit ma saï. Qu'on a hna, on a hna, on a كما يقولوا يحكيوا برشا التناسق. قلنا لي 3 نعملوا 3 بروميي بري بور لي زوم، مي فو با اوبلي لي فام، زيد كيف كيف نعملوا لي 3 بروميير فام
نعملوا لهم دي بري بو دو ريكومبونساسيون كيما يقولوا دو ريكومبونس بون مش بري كبير برشا اما كمان بي واحد يخرج افيك اون ميدالي بي هذا هي معناها في الوصول بون اون فابروفيتي باش نعملوا شويه طومبولا بور لي انسكري بون مش لازم نقول شنو المربوح نخليوه ان شاء الله سوربريز وثما سي ثابت هذايا برك الله شامبيون في الكيمبو هذايا نوع من الاكتيفيتي فيزيك زاد اقترح ان شاء الله في الاغيفي باش نعمل اون بتيت ديمونستراسيون بور لي جون دونك اون فان كونت عملنا تنوشه فيها شويه ديبيستاج فيها شويه طب مع خيره الاساتذه نتاع كليه الطب في تونس وعندنا زاد خاصه من المستير الاستاذه إيناس كوشتيلي والأستاذ سالم عبد السلام من ناحية القلب ونعل حتى إن شاء الله لافيت بور تو الموند وإن شاء الله ربي ينجحها بخير. النصيحة هو دابور لو ديبيستاج عندنا نلقاو صعوبة إحنا الأطباء نتاع السكر وقت اللي مريض نباشروا فيه وتقول له مثلا نعملوا بيلان نتاع قلب يقول لك كيفاش قامل واش أنا لاباس عليا باش نمشي وهو الخاصية نتاع مرض السكر في بعض الحالات تلقى حتى شوية عروق قلب ضعافت ولا شوية تقلقات ينجم يحسش مش كيما إنسان ما عندوش ديابيت وذي خلينا نفيقوا برشا معناها مرضى عند نوع من الدواك اللي العلاج مبكر يكون ناجح تعرف العلاج أمراض القلب تورط كيفية كبيرة برشا معناها وهنا علاش في الدباع عملنا مع لي ميدسان جينيراليست خاطر لي ميدسان جينيراليست تري امبورتون هما عندهم دور كبير هما يسويف لي مالاد دو فاسون خاصة لو ميدسان فامي pour le dépistage ou pour le traiter avant d'arriver aux complications. Alhamdulillah, qadin, grâce au dépistage.